هي دكتورة، شو اللي خلى الناس يعني تهب فيه مثل ما يقولون وتلجأ له بشكل مفاجئ؟ أنا أعتقد توقيت كلاب هاوس كان جدا مهم، لأنه كان في ظروف كوفيد والحظر والناس بدأت تمل من المنصات اللي أوريدي موجودة، حتى لو كان فيها تفاعلية لكن خلص بدينا نمل منها. تويتر كان مشحون شوي ومثقل بالبروباغاندا السياسية، فالناس ملت من الهواش والنجرة في اللايف ستايل اللي هو الانستغرام، اليوميات مالت سناب. فكلاب هاوس كان توقيتها جدا صحيح، استخدموا تسويق ذكي اللي هي موضوع الدعوات هذه، واخلقوا جو من النخبوية في البدايات على الأقل. فمع التسويق الذكي مع المشاهير اللي دشوا قدروا أن يثيرون اهتمام الناس، وكذلك في خاصية جدا مهمة في التطبيق نفسه تخلي الناس تبي تدش وتدمن عليه، أن عندك القدرة أنك تعبر، عندك القدرة أنك تكلم ناس ما كنت تعتقد أن أنت راح تتواصل وياهم، وزراء، مشاهير، نواب مجلس أمة، شخصيات عامة، فتقدر تتواصل معهم بشكل مباشر وبشكل حر أكثر من المنصات الثانية. نعم. دكتورة، آمن وفي خصوصية؟ ما في شيء بالإنترنت في خصوصية نهائياً. صح. كان في قبل أسبوعين أو ثلاثة كان في اختراق للبرنامج، وكان في يعني تسريب للتسجيلات، لكن بشكل عام إحنا كمستخدمين صغار مو مستهدفين فعلياً، لكن يعني هو سوى ضجة بالسوق وسبب ضجة إضافية للبرنامج، قد تكون أيضاً دعاية للبرنامج، لكن بشكل عام إحنا نأخذها كقاعدة إن ما في أي حساب أو معلومات أونلاين يعني ما تكون قابلة للاختراق أو قابلة إن تتعرض للسرقة أو انتحال الهويات، فالمفروض إن إحنا نكون حريصين.